في كمان خبر وموضوع متعلق بالنادي الأهلي، لأنه النادي الأهلي بيستعد ونادي الزمالك لمباراتي الإياب غدا الجمعة وبعد غد السبت في إطار مباريات دوري الأبطال الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية. الحقيقة الأهلي كان تغلب في مباراة الذهاب على سان جورج الأثيوبي بهدفين نظيفين، بينما الزمالك تلقى هزيمة مفاجأة من أرتسولار الجيبوتي بهدفين مقابل لا شيء، بيسعى لتعويض النتيجة في 3-0 كمان عفوا بيسعى لتعويض النتيجة في استاد القاهرة يوم السبت، خصوصا أنه مطالب بإحراز فوز بفارق 3 أهداف. طيب خلينا ناخد هذه المداخلة قبل ما نروح الفاصل مع الأستاذ هاني عبد الصبور الناقد الرياضي. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ويعني خلينا نبدأ بنادي الزمالك. شايف فرص نادي الزمالك او توقعاتك لاداء نادي الزمالك ايه؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل المشاهدين. بالفعل مباراه الزمالك هي مباراه اهم مباراه مصيريه بالنسبه لنادي الزمالك في بدايه موسم. الزمالك بيشارك في البطوله الكونفدراليه بعد مشاركات طويله في دوري ابطال افريقيا، الامر الذي اغضب جماهيره وما زادت فيما بله زي ما بنقول، ان الهزيمه المفاجاه اللي تعرض لها نادي الزمالك في مباراة الذهاب بهدفين دون رد. متابع لمستوى نادي الزمالك في الفترة الأخيرة يجد أن الفريق يمر بمستوى متذبذب، النتائج متباينة ما بين التعادل ما بين الهزائم، الأداء الفني غيره ما قدرش يحط إيده على كافة مواطن القوة والضعف داخل نادي الزمالك. هناك تخوف كبير بالنسبة للجماهير مقارنة بالأداء الذي ظهر في مباراة المقاولون العرب في الدوري الأخيرة، لكن على مستوى المقارنات سواء ما بين نادي الزمالك وبار الزمالك قادر على العوده في مباراه الاياب وتحقيق فوز كبير جدا اذا ما احسن هجومه استغلال الفرص في مباراه العوده، لان احنا شفنا في مباراه الاياب الزمالك كان ليه اكثر فرصه لكن اللاعبين لم يتمكنوا من حل شباك الفريق المنافس، وبالتالي كل الامور واحده في مباراه الاياب. اعتقد ان الزمالك لا بديل امامه عن تحقيق الفوز والعوده لانها مباراه مصيريه بالنسبه للزمالك هذا. يعني اعتقد هي مباراه صعبه وزي ما حضرتك تحدثت يا فندم، هو يعني اعتقد انه اداء نادي الزمالك مؤخرا متذبذب بعض الشيء. على اي حال بشكرك جزيل الشكر الناقد الرياضي هاني عبد الصبور.